الشباب يعطيكم العافية وسلام للجميع. عصر الكورونا وما أدراك ما عصر الكورونا. فتحت الحدائق في مدينة أوتوا، لكن السيتي أوف أوتوا عملت شغلة غريبة، وأعتقد في كتير مدن حول العالم عملوا. إحنا الآن في منطقة اسمها المونيز باي، أنا وآدم زي ما انتم شايفين، آدم لابس الماسك، أنا الماسك معي هون لأنه ما حدا قريب منا. عملوا شغلة اسمها زونز، زي ما انتم شايفين على الأرض حاطين دوائر عشان التباعد الاجتماعي. هاي دائرة ثانية، هاي دائرة ثالثة، هاي رابعة، خامسة، وهلما جرة شايفين زي هون الدوائر. كل عيلة بتقدر تقعد في دائرة، ممنوع تطلع خارج الدائرة عشان يكون بينها وبين العيلة الثانية مترين. موضوع التباعد الاجتماعي شكله موضوع مش راح يكون بسيط وراح ياخذ وقت. الموضوع معقد كتير. الحالة النفسية ما بعد التباعد الاجتماعي، هل احنا فعلا مستعدين لهذا الشيء؟ الانسان بطبيعته زي ما بتعرفوا يا جماعة، انسان هو حيوان من اللي بيحب التفاعل الاجتماعي مش التباعد الاجتماعي. لكن للأسف زي ما انتم شايفين، المجبر اخاك لا بطر. زي هاي العائلة قاعدين على شو اسمه بالدائرة، هاي دوائر وهي دوائر، مجبر اخاك لا بطر، ايش بدنا نسوي؟ راح نضطر انه نعيش بهاي الطريقة الى ان تنحل موضوع الكورونا وتنتهي هاي القصة. زي ما انتم شايفين تقريبا في مترين، روح آدم وقف في another one، اكثر من مترين حتى. زي ما انتم شايفين آدم واقف على حفة وانا على الحفة، ف يعني هذا ما حيحصل. موضوع التباعد الاجتماعي مش حيكون او ينتهي بيوم وليلة، اكيد راح نضلنا في حيطة وحذر الى ان يا شاء الله تنتهي موضوع الكورونا. هاي برضو حاطين في كل الاماكن زي ما انتم شايفين، وهذا اعلنت عنه السيتي رسميا على الموقع تبعها. وما انتم شايفين طبعا كل الاماكن اللي فيها تباعد اجتماعي موجودة في الحدائق العامة. ولكن الشيء الغريب انه او الشيء انه هذه الشغلات تبعت الاطفال، العاب الاطفال ممنوع حدا يدخلها الى حد الان، وبالتالي زي ما انتم شايفين في التزام تام، يعني فيش ولا طفل موجود. طبعا هذا عشان ما يصير في كروس كونتامينيشن لنقل العدوى بين الاطفال، وبالتالي ينقلوها للاهل والاطفال يصابوا. فقررت المدينه انه يغلقوا هاي الاماكن، الحدائق العامه مفتوحه بس هاي الاماكن مغلقه، وبالتالي فعلا في التزام بهذا الموضوع، ما في ولا طفل عليهم. ف يعني الالتزام مهم جدا بتعليمات الحكومه. حبيت بس اورجيكم مثال، مكان جميل مغري، لكن في تعاون من الاطفال والاهل بعدم ارسال ابنائهم لهذه الاماكن احتراما للقوانين والتزاما بها. وبالتالي الان لا مفر من هذه الدوائر الى ان يريد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.